بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إذا نبدأ معا تطرق إلى محور أو فصل لادريساج إي بي أو ما يسمى العنوانة ضمن مقياس شبكات الإعلام الآلي الخاص بطلبة السنة الثانية تخصص إعلام آلي. طبعا موضوع لادريساج إي بي أو العنوانة ضمن شبكات المعلوماتية هو أحد المحاور الأساسية ضمن هذا المقياس، وهو من المحاور الأساسية لتكوين طالب تخصص الإعلام الآلي عموما، سواء في مساره العلمي أو العملي، لأن كأدمنستراتور ريزو انفورماتيك يعني من أهم أدواره ضمن المؤسسة هو إدارة الشبكة. يعني مستحيل ما نقدرش نصوره أن أدمنستراتور ريزو يستطيع إدارة الشبكة بدون استيعاب الكامل لمفهوم العنوانة ضمن شبكات الإعلام الآلي أو ما يسمى أدريساج إي بي. طبعا أدريساج إي بي هي أحد الأدوار الأساسية الثلاثة للشبكة، اللي عذرا يعني للطبقة رقم ثلاثة أو لكوش تروا أو لكوش ريزو دون موديل أوزي. الموديل أوزي يعني هو الموديل المرجعي، سا موديل دو ريفيرونس، يعني شرحناه في الفصل الأول، وهو سا موديل يتكون من ست كوش، كل كوش يعني كل طبقة عندها أدوار. إذن الأدريساج إي بي هو أحد أدوار الثلاثة ضمن الطبقة رقم ثلاثة أو لكوش تروا أو ما يسمى لكوش ريزو أو لاير ثري فروم أوزي موديل. الأدوار الثلاثة لهذه الطبقة طبعا هي أولا الأدريساج إي بي، ثانيا لغوطاج إي بي، وثالثا ما يسمى الكونترول دو فلو والكونترول دو كونجستيون. لما نقول فلو يعني نقصد به هو تدفق أو سيل معلومات أو لي باكيت، كونجستيون نقصد به الازدحام. طبعا الازدحام ضمن لي روت تاع الشبكة، يعني لأن الشبكة هي عبارة عن مجموعة من نقاط يعني تربط بينها أو يتم الربط بينها عبر يعني خطوط تسمى لي روت. كونجستيون هي كيفية إدارة الازدحام يعني ضمن مسارات الشبكة تاعها. إذن فيما يخص الأدريساج إي بي، احنا كنا ثاني في الفصل الأول شفنا مفهوم ما يسمى الأدريس فيزيك. قلنا كل كارت ريزو، كل بطاقة شبكة لديها أدريس فيزيك، ما يسمى الأدريس ماكس، أدريس فيزيك يتم تثبيتها، يعني تثبيتها داخل لكارت ريزو من طرف الكونستركتور، يعني من طرف مصنع البطاقة. يعني أهم خصائص الأدريس فيزيك هذه هي أن يعني كل كارت ريزو عندها إن أدريس فيزيك. الأدريس فيزيك هذه مستحيل تتكرر في أي بطاقة شبكة أخرى، يعني إذا تم تثبيتها الأدريس هذه يعني بالشكل هذا كما لاحظوه الآن، هو عبارة عن 12 من حرف أو رقم بالشكل هذا، إذا تم تثبيتها يعني داخل كارت ريزو من طرف المصنع مستحيل إعادة تثبيت نفس الأدريس يعني في كارت أخرى، لأنه الهدف هو التمييز يعني ما بين كارت وكارت أو ما بين جهاز وجهاز آخر. طبعا ألو الأدريس فيزيك هذه سين أونتيتي يعني فيزيك، يعني مثبتة يعني بصفة مادية يعني بشكل فيزيائي داخل الكارت هذه. يعني من أهم خصائص يعني الأدريس فيزيك بالنسبة لنا يعني كوم أنا أدمنستراتور ريزو، أنا نقدر نشوفوها فقط يعني من خلال خصائص كارت ريزو، نقدر نطلع يعني كما نلاحظوا الآن على القيمة هذه الأدريس فيزيك، يعني نقدر نشوفوها فقط ولكن ما نقدروش نتعاملوا معها أو نغيره. إذا ما نقدرش أنا كوم أنا أدمنستراتور ريزو يعني نتحكم ولا ندير له بلان أدريساج تاع ريزو تاعي من خلال فقط الأدريس فيزيك. إذا من هنا جت الفكرة تاع الأدريس إي بي أو ما يسمى أدريس لوجيك. نقول أدريس إي بي يعني أي بي هي يعني اختصار كلمة أنترنت بروتوكول، لأنها يعني هو أحد أهم البروتوكول اللي تقوم يعني تسير ما يسمى شبكة الأنترنت. هي سين أدريس لوجيك يعني يقدر الأدمنستراتور أو المستخدم يتحكم فيها ويبدل فيها، ومن خلالها هي يقدر يدير البلان أدريساج تاع الريزو تاعه. هذا من ناحية الفرق يعني ما بين أدريس إي بي وأدريس فيزيك وأدريس ماك. أدريس إي بي قلنا متواجدة في لاكوش تروا لاكوش ريزو، إلى أدريس فيزيك هي متواجدة ضمن لاكوش دو لاكوش ليزون. يعني هنا